صحيح أنه يوجد بينك وبين الأسرة المالكة صلة قرابة من الرضاعة ونحوه؟ الرضاعة فيه لكن القرابة لا. لا، الرضاعة مع مين؟ مع شخصيات نعرفها معروفة؟ مع شخصيات قلتها سابقا. في أحد نعرفه يعني من؟ يعني أعطيك واحدة ثانية. هو هي قضية طويلة، لكن أنا كتبت مقال اسمه سارة. هذه سارة بنت محمد بن سعود، كانت مديرة الإشراف الاجتماعي النسائي في وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه أختي بالرضاعة، وأمي أصلا كانت تسمى أم سارة. نعم، هذه واحدة منهم. يعني أخواتها الأميرة نورة زوجة الأمير فيصل بن بندر، هذه أختي بالرضاعة أيضا، والأميرة العنود بنات هذه كلها. ومن الذكور؟ من الذكور مشعب بن ماجد، محافظ جدة. جدة أخوك من الرضاعة؟ هو رضع من الوالدة مع أختي الأكبر. طيب.